هنبدأ مع أول مادة، وهي المادة اللي أغلب كان بيسأل عنها، وهي مادة دكتور أسامة ثروت، وهي كمبيوتر أركتكتشر. مدرس المادة دكتور أسامة ثروت، هنتكلم عن المادة بشكل نظري وبشكل عملي بحيث إن احنا نقدر إن احنا نغطيها كلها. المادة دي مش صعبة وكمان مش سهلة، هي محتاجة واحد بيحبها أو شخص يرويها بمعنى أصح، عشان ما تتعبكش لازم تاخدها من البداية صح. طيب تعالى كده نتكلم عن المادة بصفة عامة. إيه هي الكمبيوتر أركتكتشر؟ في الواقع الكمبيوتر أركتكتشر هي عبارة عن معمارية الحاسوب أو بنية الحاسب، لو إحنا كده نترجمها للغة العربية. بتهتم بالعلاقات ما بين السي بي يو والإنبوت أوت والميموري والكاشز. بتتكلم إزاي بتم عملية التنظيم ما بين السي بي يو والإنبوت أوت والميموري، إزاي الكود اللي أنا بكتبه على الكمبيوتر سواء كنت كتبته بايثون أو سي شارب أو سي أو سي بلس بلس، ازاي الكود ده بيتخزن في الميموري بتاعته. هو طبعا مش بيتكلم على السايكل بتاعه الكومبايليشن بروسيس، لكن هو بيتكلم ازاي الكود ده بيتخزن في الميموري، وبعد ما خزنه في الميموري ازاي السي بي يو بياخده ويتعامل معاه ويطلعه على الانبوت اوت ديفايسز. فانت هنا في الماده دي هتتعامل مع جزئين عملي، الجزء الاول مع الجزء بتاع الاي اي اس، والجزء الثاني هو جزء الـ Z80 مايكرو بروسيسور. في الواقع الـ IAS هو عبارة عن محاكي الكمبيوتر، زمان كان اسمه IAS، تقدر انك انت تعمل عنه سيرش. المحاكي ده هيعلمك ويوسخ عندك المفاهيم بتاعة المادة، اللي هي ازاي البروسيسور هياخد من الميموري، او معنى صح من البداية خالص ازاي الكود بتاعك اللي انت هتكتبه بالاسمبلي بلغة الـ IAS اسمبلي، ازاي الكود ده هيتكتب عندك وبعد كده هيتخزن في الميموري بشكل ازاي، وازاي الكود ده هيتحول للهكسا، وازاي الكود اللي هو بالهكسا ده او بالباينري هيتخزن، ازاي السي بي يو بتاعك هياخد الكلام ده من الميموري على هيئة هكسا او باينري. انت فاهم انا ماشي ازاي؟ نعيدها من تاني، ازاي الكود ده هيتخزن في الميموري، وازاي السي بي يو هيبدا ان هو يعمل فيتش للكود بتاعك ده من الميموري. تمام، فهيكلمك بقى بصفه عامه على السايكل بتاعه الامر ده، اللي هو اول ما يجي من الميموري يروح للسي بي يو هيتم ازاي في السي بي يو، وهيعدي على عمليات ايه والريجسترز المستخدمه في العمليات دي، وازاي الامر ده هياثر على كل ريجستر، والامر ازاي ده هيطلع على الانبوت اوت، وازاي الامر ده هيتفهم اصلا، وحاجات كتيره جدا بتتكلم عن تفاصيل التفاصيل في البنية بتاعت الحاسب من جوه، من اول ما تكتب الامر بتاع البرمجة لحد ما يطلع عندك على الشاشة او يطلع على اي حاجة خارجية اللي هي من الاوت ديفايسز المختلفة اللي انت موصلها. طبعا في الجزء ده هو جزء مهم جدا بالنسبة للنظري وبالنسبة للعملي، لان الجزء ده بيبقى عليه درجات بالهبل عندك في الامتحان النظري. هتلاقي ان هو بيقول لك ارسم لي الاركتكتشر بتاعه الاي اس، هتلاقي بيقول لك انا هيكتب لك كود او ممكن يكتب لك الديسكريبشن بتاع الكود نفسه، يقول لك انا عايزك تكتب لي الاسامبل بتاعه، بعد كده يقول لك انا عايزك تقول لي الميموري فيها ايه حاليا، وكل والارقام الهكسا اللي بتعادل كل امر هي ايه. طبعا الحاجات دي كلها انتوا هتفهموها في الدراسه، هتفهموا ان الامر ده رقم الهكسا بتاعه كذا، الامر ده رقم الهكسا بتاعه كذا، وان ازاي الاوامر دي هتترتب عندك في الميموري، ولما يحصل فيتش هيحصل فيتش منين، من فوق ولا من تحت. طيب الفيتش نفسه بياخد امر ولا امرين، طب الامر ولا الامرين دول هيروحوا على فين، وهيتفهموا ازاي ان هم هيخشوا على انهي جزء من اجزاء السي بي يو. حاجات كتير جدا ممتعه جدا، اوعدكم ان هي هتبقى ماده ممتعه، لكن تاخدها من الاول وما تقلقش خالص، الدنيا فيها سهله وبسيطه. الجزء ده جزء مهم بتاع الاي اي اس، فاهتموا بيه وافهموه وخدوه من الاول، لان الموضوع في الماده دي هي عباره عن ممارسه، لو ما مارستش بايدك صدقني هتتعب قوي في اخر السنه. بعد كده الجزء الثاني هو الزد 80. الزد 80 هو عباره عن مايكرو بروسيسور. تمام، الزد 80 هو عباره عن مايكرو بروسيسور. هتقول لي طيب الاي اس هو ايه؟ اقول لك ان الاي اس هو عباره عن كمبيوتر. طب الكمبيوتر ده هل فيه مايكرو بروسيسور؟ اقول لك ان الاي اس كان ظهر قبل بدايه ما او قبل ظهور
الزد 80 تمام. يبقى احنا عندنا الاي اس هو موجود من قبل ظهور المايكرو بروسيسور، فبالتالي الاي اس ما فيهوش مايكرو بروسيسور، لا الاي اس هو عباره عن كمبيوتر كامل ما فيهوش جزء مخصص اسمه مايكرو بروسيسور تمام. الزد 80 هو عباره عن مايكرو بروسيسور، طبعا احنا اغلبنا اتعامل مع المايكرو كنترولر، ما اتعاملش معاه بصفه مباشره، يعني في ناس ما اتعاملش معاه بصفه مباشره، لكن اتعاملوا مع الاردوينو مثلا، الاردوينو عليه مايكرو كنترولر اتميجا 32، فالجزء السوق الاسود اللي موجود فوق الاردوينو ده اللي هو شبه الاي سي بتاع عنده او كلام من ده، الجزء ده هو مايكرو كنترولر موجود فيه انبوت اوتبوت، موجود فيه ريجسترز مختلفه، موجود في تايمرز، موجود في حاجات كتير قوي يعني، موجود فيه بقى جزء السي بي يو او المايكرو بروسيسور، موجود فيه المايكرو بروسيسور تمام، اللي هو الجزء ده يعني او المايكرو كنترولر موجود فيه جزء صغير كده اسمه مايكرو بروسيسور. المايكرو بروسيسور ده هو اللي بيعمل كل حاجه، هو المهيمن والمسيطر واللي بيقول ايه اللي هيحصل واللي ما يحصلش. فالزد 80 ده هو مايكرو بروسيسور، هو من شركة زيلوج، وهو بداية الطفة بتاعت المايكرو بروسيسورز، فهتبدأ انك انت تتعامل معاه. والجزء ده من العملي انت بدأت فعلا تصنع كمبيوتر، انت جبت مايكرو بروسيسور وبدأت انك انت تدخل له انبوت اوتبوت، بدأت انك انت توصل اي انبوت اوتبوت، بدأ ان انت تدخل انبوت فيطلع الاوتبوت على LCD او LEDs مختلفة. فانت هنا ده انت هنا في حته تانية، المحاكي بتاع الاي اس وصل لك المفهوم بتاع السي بي يو او سوري بتاع السايكل بتاعه السي بي يو نظري او انت فهمتها كسوفت، لكن هنا في الجزء ده انت بدات انك انت تنفذ بايدك، وصدقني انت لو اهتميت بالجزء ده هينقلك نقله تانية خالص، لان احنا كلنا عندنا مشكله في التعامل مع الحاجه بايدنا، عندنا كلنا بنتعامل عندنا في البيت على الكمبيوتر، بنكتب اوامر بلغه برمجه معينه، فاحنا كلنا مهتمين بالبرمجه، فالهاردوير تلاقيه واقع مننا شويه، فالجزء ده اهتم بيه هينقلك نقله ثانيه خالص، وصدقني الجزء ده ممتع قوي، هيطلع لك مشاكل لكن اهتم بيه واظبطه انت. طيب احنا كده اتكلمنا عن الاي اس واتكلمنا عن زد 80، تعالى نتكلم عن شويه المحتوى النظري مبدئيا كده مع الدكتور اسامه. انت ظبطت الجزء العملي، فانت كده خلاص انت كده عديت، هتلاقي ان العملي جاي منه اسئله في النظري، فانت مش محتاج اكتر من كده، هيفضل لك شويه كده حاجات من النظري بقى مش موجوده في العملي لكن هي في الماده النظريه. زي ايه؟ هتلاقي الحاجات دي زي بتتكلم شويه عن الميموري، بتتكلم عن التسلسل الهرمي بتاع الميموري، بيكلمك عن الكاش، وبيكلمك على الاركتشر بتاعه الاي اس من جوه. طيب ريجسترز المختلفه، كل ريجستر بيعمل ايه ووظيفته ايه، هيكلمك عن الوانس والتوز كومبلمنت، هيكلمك عن ازاي اقدر ان انا اجمع واطرح هيكسا، وازاي ان انا ابدا ان انا اتكلم بشغل ادفانسد قوي عن الطرح والجمع والوانس والتوز كومبلمنت، يعني شغل ادفانسد مش زي اللي احنا كنا واخدينه قبل كده، حاجات هي مش تقيله لكن فيها فكره عن الحاجات اللي انت كنت بتاخدها قبل كده وبس. الماده ما فيهاش اكتر من كده، يعني هي الماده اخرها كده طبعا. والجزء بتاع البرفورمانس اللي هو اقيس الكفاءه بتاعه السي بي يو، وهيكلمك عن حاجات خاصه بالسي بي يو من جوه، اقدر ان انا اقول لا السي بي يو ده بتاعي كويس ولا اي كلام، فبس ما فيش ازر من كده. وممكن اول سيكشن تاخده يبدا ان هو يكلمك عن شوية حاجات كده مختلفة، زي يعني ايه operating system، يعني ايه compiler، يعني ايه assembler، يعني ايه CPU اصلا، يعني ايه data bus، يعني ايه cache memory، يعني يكلمك عن حاجات مختلفة في الميموري، ال SRAM وال DRAM وحاجات كده ايه مختلفة، يعني شوية حاجات كده ايه مختلفة.
بس يعني دي هي ماده الكمبيوتر اركتكتشر ملخص سريع جدا. هتهتم بايه؟ هتهتم بالجزء العملي الاي اس. احنا قلنا الجزء العملي منقسم لجزئين، الاي اس والزد 80، وكل واحد منهم هو في الاوامر بتاعته مختلف عن التاني تماما، لكن هما الاثنين بيوصلوا عندك مفهوم الكمبيوتر اركتكتشر. فبس يا شباب، دي هي ملخص سريع لماده الكمبيوتر اركتكتشر، وهي مواد ممتعة جدا ما تقلقوش منها، وإن شاء الله أشوفكم على خير.